وفي ثاني أيام الهدنة بين الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، يواصل معبر رفح البرية استقبال الشاحنات الإغاثية، كما يواصل إدخالها للأشقاء في فلسطين. ودخلت إلى قطاع غزة في ثاني أيام الهدنة حتى الآن 143 شاحنة محملة بالمساعدات، بينما يتواصل دخول باقي الشاحنات إلى القطاع. وفي الأثناء أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني انطلاق قافلة مكونة من 61 شاحنة مساعدات إنسانية من رفح جنوب قطاع غزة نحو مدينة غزة وشمالها، محملة بالمواد الإغاثية والغذائية ومياه الشرب وأدوية الرعاية الأولية والمستلزمات الإسعافية، حيث تعد هذه القافلة أكبر قافلة مساعدات تصل إلى محافظتي غزة والشمال منذ بداية العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ 50 يوماً.